احنا اليوم كنحتفلوا بتخليد المسيره الخضراء، ذكرى المسيره الخضراء مع الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصه، باش نزرعوا فيهم الروح الوطنيه ويعرفوا التاريخ ديال بلادنا ويحتفلوا بحالهم بحال الوليدات اللي كيكونوا في جميع المدارس المغربيه. التنظيم ديال الحفل كان كاي تنظيم، افتتحنا بآية الذكر الحكيم نشيد الوطني، ومن بعد كانوا رقصات لوحات تعبيريه اللي كتجسد الذكرى ديال المسيره الخضراء، وكانت واحد الملحمه هي اللي انتهينا بها. اليوم كيصادف الذكرى 45 لتحرير الصحراء المغربيه. اليوم عندنا حفله في الجمعيه، شاركوا فيها اطفال الجمعيه بلوحات راقصه تعبير منهم على الاحتفال بهذه الذكرى 45. بمساعده الطاقم الاداري والتربوي كان واحد التنظيم محكم لهذه التظاهره، وكانوا الاطفال فرحانين بزاف، وكان عندهم واحد الشوق لهذا النهار، وكانوا كيوجدوا وخدموا مزيان الحمد لله.